السلام عليكم. كنت مريح في البلاصه ديالي في الكرسي ديالي، مريح تغديت، مريح كيميكارو. المهم الزنقه خاويه ما فيها حتى شي واحد، كاينه واحد السياره هنايا ساكنه، واحد السيده ساكنه هنايا هي والسائق ديالها. المهم ركبوا في الطوموبيل ديماره وزادوا. انا جالس هنايا، السيد هذا داخل من جاي من ليا ويقول لي الناس هادو راه نساو الساك ديالهم. قلت لي اراه ليا لهنايا، شديته حتى حدايا فحال الكرسي فين جالس مريح، حليت الساك قلبته لقيت فيه فلوس، مجوهرات ديال السيده، مسائل ديالو، شديته سديت الساك، جمعت الجيري ديالي، غطيت به الساك ديالي، كملت الخدمه ديالي عاديه كان شيئا لم يكن، بحال ما وقع حتى شي حاجه. حتى واحد الناس يدوزوا من حدايا غاديين جايين، ولكن حتى شي واحد ما عارف بان الساك كاين تماك ولا فيه الفلوس، ولا الناس اللي غادي كاينين، الناس اللي كانوا شاهدين راه داروا اوديو نيت في هذا الشيء، كانوا حاضرين هذيك المساله كيفاش وقعات وكيفاش هذه. وكمهم الحمد لله الله ثبتني وعطاني الصبر وعطاني اليقين وعطاني، فهمتيني، الحمد لله ربي، ان راه الحلال كاين، هو الحلال هو الحرام، الحمد لله. قمت بالدور ديالي، واحد شويه واحد الساعه الله ربع جات وعيطوا عليا من هنايا، قالوا لي جا الغارديان. قلت لهم نعم. قال لي السيده راه نسات واحد الساك ديالها. قلت لهم ايه السيده نسات الساك ديالها؟ قلت لهم ايه، كاين الساك بالحبد والصون. قال لي عطيه لينا. قلت لهم ما نعطيش لكم الساك، الساك ديال مولاتو فيه الفلوس، فيه مسائل شي حاجه اكثر من الفلوس، اذا خاصها تجي تاخذها. بالفعل ميم با ديال 5 دقائق او 7 دقائق توقفت عليا الشيفور والسيده ديالها. هي انت هو انا هو الكارديان، لقيتي الساك، هي السفينه هو الساك، مشيت جبت لهم الساك من البلاصه فين كاين انايا، حطيته. قلت لها الساك او السيده، قلت لها الساك ديالك هاد الدائره حدانا، لقيتي شي حاجه ناقصه منها هاد الدائره؟ ما قالت لي احنا ما وصلناش لذاك الشيء. طلعت هزات الساك، طلعت لعند الطوموبيل، جبداتو قلباتو، جبدات كلشي تتقلب فيه شي تقريبا واحد ثلث ساعه او نص ساعه، تتحسب تتقاد المسائل الساك ديالها شنو فيها شنو خصو شنو خصو. جات ما لقات الحمد لله حتى شي حاجه ناقصه، لقات داك الشيء هو هذا، كيما هزاتها كيما خلاتها. ماشي اول مره وماشي هذه اول مره كيفاش تلقى فيها، هذه راه ثاني مره، فهمتيني، بان تلقى فيها الفلوس في الزنقه هذه نيت. من بعد هذه دابا تقريبا قبل من هذه تقريبا بشي عام ما كاملاش، لقيت ساكني تقريبا ديال حوالي 8 او 10 المليون، ورجعت للمواليه ديالهم هما في السكينه ديالنا ونيت ولا الزنقه ديالنا. اذا ما يمكنليش ندير شي حاجه اللي هي الناس يوضعوا فيا الثقه وتعطوني ناكل ونشرب معاهم ونخونهم، ما يمكنليش نخونهم. والحمد لله رحمه غادي ما ماشي نقول لكم، فهمتيني، انا الساعه راه ما صدقتش هذه القضيه هذه، لانني واحد الانسان انا مضرور، محكوم عليا بالافراط، محكوم عليا بزاف، والفلوس حدايا وكلشي حدايا، وما قدرتش نتصرف فيها لانها ماشي ديالي. السيده كفاتك؟ السيده واخا كفاتني، ماشي شي مكافاه اللي عليها تستحق عليها هذاك الشيء، فهمتيني. هنا تقول الانسان واخا تدير الخير نتايا، ولكن الاخر ما تعرفش يعود لك هذاك الخير، يرجع لك الخير بالمثل ديالو، فهمتيني. حيت يقول لك الانسان راه خاف الله، انا اجي نخاف الله، هنا ما تبقاوش يخافوا الله. كنت مع البارح ولقى الساك فيه مجوهرات وفيه فلوس، تقريبا القائمه ديالهم كتفوت 50 مليون، ردوا للسيده مولاته. وما غروش الشيطان السيد، واخا هكاك حاكمين عليه بافراغ، كاري غير بيت. وكنطلب من الناس يتعاونوا معاه في سبيل الله، علاش؟ حيت السيد ولد الناس، وهنا الزنقه كلشي كيعرفوا السيد. الصراحه شهاده الله، السيد الله يعمرها دار وعمرو، حط على شي حاجه مغير ماشي ديال. حتى انا قال لي رقيت ساك فيه فلوس راه غنعطي لمولاتو. قلت لي احسن حاجه غدير، قلت لي حنا عندنا وليدات، وانت انا راه عندي وليدات، واخا على السن ديالي باقي شويه صغير وعندي وليدات، واخا هكاك كنبغيو ندخل على ولدنا الحلال، خاطينا الحرام اخويا، اللهم ريال حلالي ولم يا حرامي. علاش؟ حيت داك الشيء من بعد راه كيخرج لنا في الاولاد، اللهم نقريو ولادنا بالحلال ونطعموهم حلال، اللهم 100 ألف حرام، والحمد لله على كل حال.